احنا كان لنا هدف اللي هي في ذكورة كلينيك التوعية المجتمعية. عايز اقول لك ان 40% من 40 ل 50% من الطلاق او المشاكل الزوجية سببها ضعف الانتصاب، اللي بيسبب في كثير من الاحيان الخرس الزوجي والمشاكل وحل الاسرة باكملها وضياع الاسرة وضياع الاطفال. احنا قدرنا نقول للناس او نفهم الناس ان الضعف الجنسي او ضعف الانتصاب هو مرض زي اي مرض، مرض زي الضغط، مرض زي السكر، يعني ما تخافش ما تتكسفش وانت بتتعالج من المرض. المرض ليه حلول دوائية، واذا فشلت الحلول الدوائية فليه حلول جراحية، وهذه الحلول الجراحية آمنة وفعالة 100% وبتديك درجة رضا تكاد تكون الى 100%. والحلول الدوائية دي احنا الحمد لله زي ما الدكتور محمد بيقول احنا طورنا هذه الحلول الجراحية بجرح بسيط من كيس الصفن بعيد عن العضو تماما، وان كانت تقنية تكاد تكون بالنسبة للمشاهد سهلة ولكن بالفعل هي تقنية غاية في الصعوبة. ازاي تعمل جرح بسيط بعيد عن العضو خالص وبتقدر تصل للعضو وتعمل جرح وتزرع الدعامة المرنة. كان الموضوع ده معمول في الدعامة الهيدروليكية لسهولة زرع الدعامة الهيدروليكية، ولكن ازاي تحقق هذا الجرح وهذا التقنية، هذه التقنية في الدعامة المرنة بجرح بسيط لا يتعدى عقلة الأصبع في كيس الصفن. الحقيقة جرح من الناحية الاجتماعية هو مخفي تماما، جرح يلتئم في خلال 5 أيام، جرح لا يحتاج إلى عناية من الرجل تمام. هذه العملية بسيطة جدا، المريض بيعملها في نص ساعة أو ساعة إلا ربع، بيخرج بعد 2 ساعة من المستشفى بيقدر يمارس حياته الاجتماعية في نفس اليوم. ليه في نفس اليوم؟ لأن احنا حققنا كمان للمريض دعامة بدون ألم. يعني إيه دعامة بدون ألم؟ يعني يقدر يمارس حياته ونشاطه الطبيعي من نفس يوم العملية، لأن احنا أثناء العملية بنقدر نقفل المسارات العصبية اللي بتحس المريض بالألم بعد أي جرح. أي مريض حصل له جرح بسيط لازم يحس بألم. طيب ازاي احنا نعمل عملية بدون ألم؟ احنا قدرنا بتقنية معينة طبعا احنا والفريق الطبي المعاون لينا ان احنا نقفل المسارات العصبية لمدة يوم يومين. على اليوم الثالث احنا بنشيل الغيار ونقول للمريض يقدر يمارس حياته الطبيعية عادي خالص. هو من اول يوم بيمارس حياته الاجتماعية ولكن يقدر ياخد الشاور بتاعه على تاني يوم من العملية او حتى يعني تاني يوم من العملية او تالت يوم من العملية على حسب الارشادات الطبية العالمية من جامعة اوكسفورد اللي بتقول ان الغيار وزن 48 ساعة ننفع نشيله او بعد 48 ساعة مباشرة نقدر نرفع الغيار. تقنية جرح الدعامة من كيس الصفن، تقنية الدعامة بدون ألم، وكمان التقنية المهمة جدا اللي بتسعد كل المرضى زرع الدعامة خارج النسيج الكهفي، وده للحفاظ على التروية الدموية أثناء العلاقة الزوجية. فطبعا المريض والزوجة والزوج والزوجة بيقدر يحسوا إن العلاقة الطبيعية طبيعية مش شبه طبيعية، العلاقة طبيعية وفيها قوة من الصلابة لدرجة يا أستاذ أحمد أنا بيجي لي بعض الرسائل جميلة جدا. يعني الراجل بعد 7 شهور من العملية بيقول الله يسعدك يا دكتور إحنا كنا في مشاكل زوجية، أنت رجعت لي حياتي الأسرية كما كانت بل أفضل مما كانت والحمد لله يا رب العالمين. طيب هروح معاكم لحاجة مهمة جدا. حاليا كان المفروض هيكون معايا تليفون من مريض لسه خارج من غرفة العمليات طازه، احنا بنكلمه دلوقتي هو في المواصلات، يعني مش بقول لحضراتكم هو في عربيه اسعاف ولا هو معاه عربيته الخاصه، هو راكب المواصلات وبيقول معلش مش هينفع اتكلم معاكم عن العمليه عشان في المواصلات والناس راكبين جنبي.